والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم والسابقون السابقون أولئك المقربون ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَى سُرُرٍ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما وظل ممدود وماء مسكوب
وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العلي العظيم. طيب أفواهكم بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ثانيا نور الله قلوبكم. صلى على محمد وآل محمد. لمن سمعوا نداءه فلبوه وعرفوا أمره فامتثلوا ووقعوا على آخر وثيقة عهدهم له بدمائهم لشهداء العراق لا سيما شهداء الحشد الشعبي والقوات العراقية الباسلة وشهداء المسلمين في كل أنحاء العالم نقرأ الفاتحة وقوفا. شكرا جزيلا. حان عند المرتضى فرض الولاء حسب توقيت دموع الفقراء وإذا صوت أذان يعتلي هاتفا حي على حب علي فانحنينا سجدة نحو السماء. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نكرر ترحابنا بكم سادتي الكرام من شرفونا بالحضور من خارج العراق ومن شرفونا بالحضور من داخل العراق وكلنا وكلكم تشرفنا وتشرفتم بوجودنا عند
أمير البلاغة وسيد الشجاعة علي عليه السلام. الآن مع كلمة الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة يتفضل بإلقائها نائب الأمين العام الأستاذ رضوان صاحب رضا، فليتفضل تحدو به الصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الأحد في كيانه وذاته، والحميد في نعوته وصفاته، والعلي في قدره وكبريائه، والفاطم سعيره عن خلصائه، والمحسن إلى جميع خليقته، والقديم الإحسان على جملة بريته، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صل على محمد وآل محمد، صلى الله عليه وعلى آله خير الورى وأعلام التقى ومصابيح الدجى والدعوة الحسنى، ولا سيما وصيه المؤتمن الذي جعل الله محبته وولايته عنوان كل مؤمن والمتحد نوره مع المصطفى صلى الله عليه وآله أبي الحسن المجتبى وأبي الحسين قتيل العبرة وزوج فاطمة الزهراء عليها السلام، ذاك أمير المؤمنين علي المرتضى، واللعن الدائم على أعدائهم من أول الدهر إلى المنتهى. سادة الأكارم، سلام من الله ورحمته وبركاته عليكم، نرحب بكم ونبارك لكم في هذه الليلة المباركة بأجمل التهاني وأصدق الأماني، والتي نرفعها إلى مقام ولي الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لمقدمه الفدا الإمام الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وإلى مراجعنا وعلمائنا الأعلام، وإلى كافة الشعوب الإسلامية بذكرى مناسبة مولد النور المبين وإمام المتقين والصديق الأكبر والفاروق الأعظم ومنارة الهدى وإمام الأولياء والإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، داعين المولى القدير أن يعيدها عليكم باليمن والأمان والخير والوئام في كل سنة وفي كل عام ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله في مولانا أمير المؤمنين عليه السلام: يا علي، ما عرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك إلا الله وأنا. ماذا عساي أن أقول في ذكرى ولادة إمام الكلام والفصاحة، وإمام الشجاعة والحكمة، وإمام الإنصاف والعدالة؟ فمهما نقول فالحديث قاصر واللسان عاجز، لأنه البحر الزاخر والموج الهادر
والعلم الدافق والعطاء الغزير والعظمة التي هي امتداد طبيعي لسيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. لذا فإن الكلام عنه صلوات الله عليه يعد أمرا صعبا ومشكلا في نفس الوقت، فمن يا ترى يدعي بأنه إن أراد الكلام عنه يمكنه الإحاطة بجوانب حياته وسلوكه وعلمه وجهاده واجتهاده؟ هذه الشخصية العظيمة التي جمعت فيها الأضداد، حتى قيل فيه جمعت في صفاتك الأضداد، فلهذا عزت لك الأنداد، زاهد حاكم حليم شجاع ناسك فاتك فقير جواد، شيم ما جمعن في بشر قط ولا حاز مثلهن العباد. فلهذا فهو عملاق العقل والقلب والضمير الذي اخترق بعبقريته حدود كل زمان ومكان، لذا وصف بأنه عظيم العظماء نسخة مفردة لم يرى الشرق ولا الغرب صورة طبق الأصل لا قديما ولا حديثا. فشخصيته سلام الله عليه وفكره وسيرته ومسيرته تشكل عنوانا محوريا للتقارب وانطلاقة وحدوية مطلقة مارسها الإمام عليه السلام بإشراق روحي وعدالة اجتماعية وكمالية إنسانية. فلو مررنا على شيء من شذرات حياته صلوات الله وسلامه عليه نجد أن الله سبحانه وتعالى قد خلقه في هذه الدنيا بأشرف بيت وهو الكعبة المشرفة، فهو الوحيد من جميع عباد الله في هذه الدنيا منذ أن بنى إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وعلى آله أفضل الصلاة والسلام البيت العتيق إلى يومنا هذا، لم يولد أحد في هذا البيت. فلذا فهي منقبة لم نسمع بمثلها لنبي ولا لرسول. فنرى أن الولادة الربانية والتدبير الرحماني الذي اختص به الباري عز وجل أمير المؤمنين عليه السلام ما هو إلا سر إلهي متعلق به سلام الله عليه دون غيره. وعندما نأتي إلى أهم محطة من محطات حياته الشريفة ألا وهي خلافته، فنجد أنها لم تكن تعني له شيئا أمام عزة نفسه وكرامته ومبادئه. ولهذا عندما دخل عليه ابن عباس وهو يخصف نعله فقال عليه السلام له ما قيمة هذا النعل؟ فقال لا قيمة له. فقال عليه السلام والله لهي أحب إلي من إمرتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. لذا أعطى لنا المثل الأعلى للحاكم العادل المنصف الذي تهمه أمته وشعبه ورضا الله ورسوله والتعلق بكتابه، فلم يكن يستغل مكانته وقرابته من رسول الله لتحقيق مآربه الشخصية وغاياته الخاصة، إذ رسم عليه السلام لنا الطريقة والمنهج الذي يجب أن يسلكه القائد الفذ والحاكم العادل. فاعتبر أن الإمام والقائد هو من يعيش بين أبناء أمته يشاركها آلامها وآمالها وأفراحها وأحزانها، لا أن يعيش في برجه العاجي ملكا من الملوك أو سلطانا من السلاطين يتطلع من أعلى ولا يعرف ماذا يجري في الأدنى. وكان يقول سلام الله عليه أأقنع من نفسي بأن يقال هذا أمير المؤمنين ولا أشاركهم في مكاره الدهر أو أكون إسوة لهم في شجوبة العيش؟ فما خلقت ليشغلني أكل الطيبات
كالبهيمة المربوطة همها علفها. فما أعظمك يا أمير المؤمنين، فكان يؤسس على أن تكون الرعية عند الوالي سواء، ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى والإيمان والدفاع عن الحق والدين الحنيف. وكان أخيرا وليس آخرا يدعو إلى التواصل والتبادل، ويحذر من التنازع والتنافر، ويحث على المعروف والنهي عن المنكر. فما أحوجنا اليوم من أن نرجع إليه وإلى مبادئه وسيرته العطرة ونهجه النير، لنستمد منه كل هذا الألق الإلهي والفيض الرباني الذي يفتح لنا الطريق إلى بيئة مملوءة بالعدل والإنصاف والحياة الهنيئة الكريمة. فسلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، يوم ولدت في بيت الله، ويوم استشهدت في محراب الله، ويوم تبعث حيا. وفي الختام نسأل الله على العلي العظيم بحق صاحب الذكرى أن يوفقنا وإياكم لخدمته ودوام زيارته في الدنيا، ونيل شفاعته ورؤيته في الآخرة، إنه نعم السميع ونعم المجيب. وآخر ما ندعو أن الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة على محمد وآله الميامين. شكرا جزيلا للسيد رضوان صاحب رضا نائب الأمين العام على كلمته القيمة، كلمة الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة. سادتي الكرام، في هذه الليالي السعيدة المباركة، ليالي ذكرى ولادة علي عليه السلام أمير الإنسانية وحبيب الفقراء وراعي الأيتام وسلطان التواضع، ها نحن وأنتم نلتقي هنا عنده تحت خيمته تحت كفه الرحيمة. الآن أحبتنا الأفاضل، أكرر ترحابي وترحابنا بكم جميعا، ونرحب أيضا بمشاهدينا عبر شاشة الفضائية العتبة العلوية المقدسة والقنوات الناقلة عنها والإذاعات التي تنقل نقلا حيا مباشرا، لا سيما إذاعة العتبة العلوية المقدسة. الآن فقرتنا تتعلق بالإنشاد، ستعتلي المنصة بعد لحظات فرقة العتبة العلوية المقدسة ليؤدوا نشيدين. الأول هو الفائز بمسابقة نشيد العتبة الرسمي، والذي سأؤجل إعلان اسم شاعره، والثاني طبعا ربما الوقت سانح للتذكير بملحن النشيد، وهنالك أنشودة أخرى، قصيدة شعر شق جدار البيت موشح للفرقة الإنشادية. هذه راح تكون الأولى، هذه الأولى راح تكون، وبعدين بعدها راح إن شاء الله تكون الأنشودة الفائزة بالمسابقة. أوقات طيبة كريمة نافعة نتمناها لنا جميعا ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بتشرفنا وإياكم بجوار المولى أمير المؤمنين، ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحضور الكريم، أيها الحفل البهيج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأناشيد التي أعدتها فرقة إنشاد العتبة العلوية المقدسة لهذه المناسبة العطرة، أنشودة بعنوان وليد البيت، سالنا من الباري عز وجل أن يتقبل منا هذا القليل بفضله وبفضل الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شق جدار البيت وبنورك هليت، وبنورك هليت. شق جدار البيت، شق جدار البيت وبنورك هليت، وبنورك هليت. علي يا علي يا علي يا علي يا حيدر، علي علي أبا تراب فيك يجد قلبي يا معنى الثقلين، أنت إمامي وغرامي مولاي يا نور العين. أبا تراب فيك يجد قلبي يا معنى الثقلين، أنت إمامي وغرامي مولاي يا نور العين. علي يا عطر العنبر، علي يا ساقي الكوثر، علي يا طالع خيبر، يا حيدر يا ولدت للإسلام أسد، فهو القسور وله الكون سجد. ولدته في حرم الإله وأمنه، والبيت حيث فناء ينتظر المختار. حين رأى أنوارك نادى أهلا يا كرار، نور البرايا منك تجلى فأنت سر الملأ الأعلى، عليك رب الكعبة.